أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وقلنا إن الحق سبحانه بعد أن تكلم عن القتال لتثبيت أمر الدعوة، ولما كان القتال يتضمن قتل نفس مؤمنة لنفس كافرة، ناسب أن يتكلم عن القتل. والقتل كما نعلم محاولة إزهاق روح الحي بنقض بنيته، والحي وإن لم تنقض بنيته حين يأتي أجله يموت. إذن فنقض البنية من الإنسان الذي يريد أن يقضي على إنسان عمل غايته إنهاء الحياة، فلا يظنن ظن أن القاتل الذي أراد أن ينقض بنية شخص يملك أن ينهي حياته، ولكنه يصادف قضاء الحياة. فالذي يقضي الحياة هو الحق سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا إن الجزاء إنما وقع لا لأنه أماته، ولكنه تعجل في عرفه ما أخره الله، وهو ميت بأجله. الحق سبحانه وتعالى الذي استخلف الإنسان في الكون، معنى الاستخلاف في الكون كما قال في آية واستعمركم فيها، جعل الإنسان خليفة في الكون ليعمر هذا الكون. وعمارة الكون تنشأ بالتفكير في الارتقاء بصالحه. قلنا الصالح نتركه صالحا، فإن استطعنا أن نزيد في صلاحه فلنفعل. الأرض تنبت الزرع، وإن لم تزرع تجد زرعا خارجا منها، فيريد منك ان تنمي فيها هذه الخاصية، وتجيب انت بذور وتحرس وتزرع وهو الى اخره. اذا انت بتزيد الصالح صلاحا. هذا كله فرع وجود الحياة. اذا فالاستخلاف في الارض لاعمارها يتطلب حياة واستبقاء حياة للخليفة. ومدام استبقاء حياة، يبقى لا تأتي أيها الخليفة لخليفة آخر مثلك لتنهي حياتك فتعطل إحياءه للأرض واستعماره لها. ولذلك إنما شرع القتال من المؤمنين ضد الكافرين، لأن حركتهم في الحياة حركات مفسدة، وجلب المفسدة دائما مقدم على ودرء المفسدة دائما مقدم على جلب المصلحة. فالذي يفسد في الحياة نديله قتال عشان ننهي الحياة منه، لأننا خلصنا من معوق في الحياة. إذا يريد الحق أن تكون الحياة لمن؟ لمن تصلح الأرض بحياته. الكافرون يعيشون في الأرض فساد، ويعيشون على غير منهج، ويأخذون خير الضعيف ليصيروا من به أقوياء. فالله شرع القتال إما ليؤمنوا فيخضعوا للمنهج، وإما ليخلص الحياة من شرهم. فإذا ما وجه الإنسان القتل لمؤمن هو في ذاته صالح للاستعمار في الحياة، يكون جنى على الحياة جناية. وأيضا لو قتل نفسه يبقى جنى على الحياة جناية. ليه؟ لأنه أفقد الحياة. واحد حي كان من الممكن ان يعمر بحركته الارض. اذا فان اجترأ على حياته او على حياة سواه يبقى لازم نأدبه. نأدبه ازاي؟ ام قال لك جزاء سيئة سيئة مثلها. اقل نقتله. هل احنا
التشريح حينما قال من قتل اقتلوه يريد ان ينمي القتل او يريد ان يمنع القتل؟ يريد ان يمنع الايه؟ يبقى اذا الحدود او القصاصات انما شرعت لا لتعطي الحياة تضييقا في مقومات الحياة، ولكن لتعطي الحياة سعة في مقومات الايه؟ في مقومات الحياة. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن القتال المشروع اراد ان يقول اياكم ان تتعدوا بهذه المسألة فتستعملوا القتال في غير مشروع. فاذا ما اجترى انسان على انسان لينهي حياته في غير حرب ايمانية شرعية ماذا يكون الموقف؟ بيقول انت بتقتله يجب ان يكون في بالك الا تكترع على ازهاك حياة احد الا ان يكون خطأ منك، والخطأ ما يبقاش مقصود، خطأ غير مقصود. لكن اذا انت فعلت خطأ الاثر نشأ منه وهو القتل ام لم ينشأ؟ اذا ففي حاجتين، منفعل لك بان ده انقتل وانت القاتل بس ما كنتش تقصد، يبقى في حاجتين اثنين، حالة عدم قصد منك لانه خطأ منك، انما الاثر ترتب عليها ولا لا؟ فاذا انت ازهقت حياة انسان خطأ ماذا يكون موقف التشريع منك؟ نقول له ازهق حياة انسان، وحياة هذا الانسان له ارتباطات شتى، له ارتباطات ببيئته الايمانية العامة، وله ارتباطات ببيئته الاهلية الخاصة، سواء كانت العيلة زي ما بيقول العاقلة او الاسرة او الاقرب من الاسرة هو الاصل والفرع. يبقى كان دايرة عندنا، دايرة ايمانية عامة ادي واحدة، والدايرة الثانية دايرة الاهل في عمومها الواسع، ودايرة الاسرة، ودايرة خصوصية الاسرة في الاصل والفرع. حين تنهى حياة انسان في البيئة العامة، البيئة العامة هتتأثر الايمانية، لان الايمان نقص ايه؟ نقص واحدا مؤمنا خاضعا لمنهج الله مفيدا في حركته. طيب لما تيجي توسع بقى في الاهل العاقلة العيلة، نقول يبقى اشد في الدائرة الايمانية العامة ولا في الاهل؟ أم قال لك لأن الدائرة الإيمانية العامة بيبقى فيها نفع عام، والدائرة الأهلية بيبقى فيها نفع إيه؟ خص شوية. طب وفي الأسرة؟ خص قوي. طب وفي الأصل والفرع؟ خص الخاص. إذا المسألة هتشمل إيه؟ تشمل تفزيع لبيئة عامة إيمانية، والبيئة عاقلة، والبيئة أسرة، والبيئة أصل وفرع. ولذلك انا اريد ان تلاحظوا في احداث الحياة شيئا يمر علينا جميعا، ولكن لعل كثير منا ما بيلتفتش له مع انه كثير الوقوع. مثلا اذا كنا جالسين في مجتمع ثم جاء واحد وقال فلان مات، المجتمع ده كان فيه ناس يعرفوه معرفة عامة، وفي ناس بيه لهم صلة، وفي ناس من اهله مش كده، وفي ابوه ولا ابنه ولا انظروا الى اثر النعي او الخبر في وجوه القوم، فكل واحد سينفعد بالقدر الذي يصله بمن مات. واحد يقول يا عيني الله يرحمه وانتهت المساله، وده التاني يقول ازاي ده حصل ومش عارف ايه وينشأك شوية، والتاني يقوم يلطم على خده، وبعدين واحد يلطم على خده ويجري عشان يشوف ايه الله ايه الحكاية ده، الخبر واحد، الخبر ايه واحد، اشمعنى اثر وصدى الانفعالات ده تعدد ليه؟ ما كانش انفعال واحد بس، قال لك لا ده الانفعال انما نشأ قهرا يعني بعملية لا شعورية على مقدار نفعه لمن ينفعل، على مقدار نفعه لمن ينفعل. فاللي كان بيقابله كل مدة كده يقول له سلام عليكم، هو الله يرحمه، قديها تمام كده.
واللي كان بياخد الموضوع لي اعين يا الله مش عارف ده كان مش عارف ايه, واللي كان بيود كل عيد ومش عارف ايه يقعد يتفكر فيها, كل واحد على ايه؟ على قد نفسه. حتى اذا جبت له اولاد في فرع اكتر هو اولاده, بس اولاده كانوا مراحل, واحد منهم اتخرج وتوظف واتجوز وبقت له اسره, وواحد لسه ما تخرجش في الشهاده العاليه, وواحد لسه في الثانوي, وواحد لسه مش عارف ايه, بنت اتجوزت واتستفت وبقت لها عيال, وبنت لسه كانت مخطوبه ومكتوب كتابها ولا اتجهزتش, وبنت لسه مش عارف ايه, وقول الخبر في وسطهم, وبعد ذلك تلقى الانفعال. يقوم بقى اللي استفت وبقى عليه عيال وبقى له سكن ياخد الخبر كده. انا ما اقولش ما بينفعلش, بينفعل, بس مش انفعال زي اللي لسه ما, والبنت اللي استفتت ما هي زي البنت اللي كانت منتظره بقى عشان يجهزها واللي مش عارف ايه. الله الله شغلانه الله. اذا الانفعال بيحدث على أسأل على على مقدار ايه؟ على مقدار النفعيه اللي سمعنا منه الكلام. ولذلك تجدها على صديق اكثر مما تجدها على شقيق. قال لك ان هو الاحب ليك اخوك ولا صديقك؟ قال لك النافع. يمكن اخوك ما فيه, انما صديقك يمكن تنفعل عليه انفعال قد النافع. الله. اذا تلقي خبر انقضاء الحياة بيكون ايه؟ مختلف ولا متفق؟ مختلف. اذا فالذي يشيع الحزن عليه والاسف لفراقه انما تكون على قدر اشاعة نفعه في المجتمع. اشاعة نفعه في المجتمع. فاللي تلاقي المجتمع كله هايج عليه وعمال بيلتم كده نفع للمجتمع كله, واللي تلاقي اسرته نقول ده كان على قده, واللي تلاقي ما واللي كان على اولاده على قد اولاده, والتاني ولا وداري بيه ايه يعني اللي جاب ايه اللي نقص في الكون؟ ما نقص حاجه في الكون عال قوي. ولذلك ادي السبب في انهم لما حبوا يعملوا لكل واحد وطن, ام قال لك ان اوطان الناس دي على قدر همته, مش كل وطن, لا في واحد ما فيش الوطن الا نفسه بس, يرى كل شيء لنفسه ولا يرى نفسه لاحد حتى ولا اولاده. ادي ايه؟ وطن نفسه. خلاص كده. وواحد وطن اسرته على قديها كده, وواحد وطن عيلته وبقريته, وواحد وطن امته, وواحد وطن العالم كله. اذا لما المجتمع يفجع في واحد, الهزه بتيجي على قدر وطنه. على قدر ايه؟ على قدر وطنه. فلما يجي بقى واحد كده وفجأة بقى انه يقتل, بس مقتول خطأ, اللي مقتول خطأ ده الفاعل معذور, انما هل عذره تعدى الى ان ده كان قتل ولا ما قتلش؟ يبقى الاثر حصل. يبقى الهزه تيجي لمين؟ الهزه تيجي لمين؟ للاقرب له في الانتفاع. قلنا علشان منه خطا مش هنقتص منك يا قاتل, بس عليك انك تدفع ديه. الديه دي تتمطر على الناس اللي تاثروا بفقدان حياته. ليه؟ ام قال لك لان في حاجه اسمها بسط النفس وقبض الضر. ساعة ما تشوف حاجة هتنفعك كده تقول نفسك ايه؟ تنبسط. حاجة تضرك نفسك تنقبض. فساعة ما جه قالوا ده مات, ايه اللي حصل؟ انقباض. يوم لما يقولوا له ده بعد كده جالك مثلا كم 200 جنيه ولا بتاع, تحصل ايه؟ شوية انبساط. يقوم الانبساط يعمل ايه؟ قام قال لك ياخد دية. ما نقتلش عشان دوكا غلط. مش كده؟ خطأ يعني. انما كمان الاثر اللي حصل لازم ايه؟ نداويه. ام قال لك طيب الديه دي منين نجيبها؟ ام قال لك من العاقله, بس اياك تاخد من الاصول والفروع, لان الاصول والفروع اول مصابين بالمصيبه. ما تجمعش عليهم مصيبه فقد وبعدين تقول لهم هاتوا ما ندفع الديه. خلي دول قاعدين بعض كده, والديه تندفع من مين؟ من البعيد. يبقى كلمه التشريح حب يعمل ايه؟ حب يعمل الهزه التي صنعها انحراف, بده يعمل لها ايه؟ شيء يقي من رد الفعل, فيعمل توازن في الايه؟ في المجتمع. يبقى اللي يقتل خطأ نقول له ايه؟
مش هنختص منك، انما انت في ايه دية. وبرضو الدية شوف عشان اشاعة المسؤولية انت مش اللي هتدفعها، العاقلة هي اللي تدفعها. ليه؟ قال لك لان العاقلة اذا علمت ان من يجني من اهلها جناية ستتحمل، يبقى تخلي كل واحد اذا شاف واحد بس ينعرف في حاجة يعمل ايه، لانه هيغرم، لانه هي ايه. اذا هو بيعمل توازن في المجتمع ولا ما بيعملوش؟ بيعمل توازن في الايه في المجتمع. فيجي يقول بقى يعني يستبعد الحق سبحانه وتعالى ان فيه مؤمن يقتل مؤمن الا اذا كان خطأ، مش ممكن تيجي كده تعمد. لا، مين يقول ايه؟ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، ده ما تحصلش قصدا ابدا، لان اللحمة الايمانية تمنع هذا. ومن قتل مؤمنا خطأ نزل فتحرير رقبة. الله، ما جابش سيرة القصاص، لان القصاص تقدم في سورة مين؟ قتل عليكم القصاص الحر بالايه في القتل الحر بالحر، دي في القصاص. والقصاص ده حق مين؟ ده حق الولي، بدليل ان هو يعفو ولا لا، وقول انا عفيت عن القصاص واعمل اخد الايه الدية. فيبقى لازم تفرقوا بين الحد وبين القصاص. القصاص حق لمين؟ للولي. انما الحد حق لمين؟ يبقى الولي له ان يتنازل، انما الحدود محدش يقدر ايه يتنازل عنها، لانها مش حق لاحد، ده حق لمين؟ حق لله. اذا القتل الخطأ تبقى نعمل قالك فتحرير رقبة. قلنا بقى كلمة تحرير رقبة دي المجني عليه من الـ من الـ من اهل اللي انقتل ماذا يفيدهم ان تحرر رقبة؟ يفيدهم بحاجة؟ تجي لهم بسطة النفعية في شيء من التحرير؟ لا، ده المجتمع بقى. ايش المجتمع؟ ام قال لك لان المملوك الرقبة اللي هو العبد يعني مملوك لسيد، السيد ملك حركته، لكن لما يكون حر يبقى حر الحركة ولا لا؟ يبقى هو في حركته مع السيد حركته محدودة له، وفي حريته حركة للجميع. الله، يبقى القبض اللي حصل في قتل نفس مؤمنة ادناها في ايه؟ في حرية واحد كان ايه؟ كان محكوم في حركته، نقول له انطلق في ايه؟ تبقى المسألة دي الحق سبحانه وتعالى بده يصف بها الرق ولا لا؟ بقى لما يجي واحد يقتل واحد خطأ نقول له حرر رقبة؟ فتحرير الرقبة يقول لك ده دي عملية اللي عايز يصف مين؟ اللي عايز يصف الرق. ما دام عايز يصفي الرق يبقى هو مع الرق ولا ضد الرق؟ يبقى ضد الايه؟ يبقى ضد الرق. وبعدين قال ودية مسلمة الى اهله. مسلمة الى اهله؟ قال لك لا، علشان تعمل فيهم ايه اللي احنا قلناها بقى، اللي هو رد الفعل البسط اللي حصل من القبض الاولاني يحصل ايه؟ يحصل للقبض. ولذلك تلتفت تلاقي مثلا اسره فجعت في واحد بحادثه ولا باي حاجه، وصايع قعدوا يومين ثلاثه اربعه وزعلانين، وبعدين هم نفسهم اللي ياخدوا الاوراق ويروحوا عشان يعملوا ايه؟ عشان يصرفوا التعويض ويصرفوا الديه، وهم اللي يعملوا العمليه دي. ايه ليه؟ مما يدل على ان دي في شيء من السلوى وشيء من الاسوه وشيء من ايه؟ من التعويض. وتروح وتقول لك والله المسألة كذا وتتوسط في كذا وتعمل في كذا وتعمل. لو كانت المسألة بقى مجهود فيها والحكاية يعني انتهت، كان يقول لك لا احنا عايزين دي ولادي ومش عارف. لا، ما بيحصلش. ما بايه؟ بيحصلش. وبعد ذلك تلتفت تلاقي الذي فقد حياة حبيب ما بيخليش في حالة ليفقد حياة نفسه ابدا. برضو ايه؟ لانه هو ده زعل، لانه هو اثر على ايه؟ على حياته. طب ده هو زعلان في الواقع، الزعل على مين؟ على نفسه. زعلان على نفسه بمقدار ما فات له من الايه؟ من النفس. يبقى هو اذا كنت انا بزعل على ان ده مات لانه كان يسري حياتي، فلما مات بقت اسراء حياتي ممتنعه، وما انا بزعل مش كده؟ انا بزعل ولا لا؟ يبقى يزعل. ولذلك تقول اللي يزعل على واحد تقوم تقول له طيب ان شاء الله يعني انت زعلان عشان كده، خليه عندك اسبوع كده لحد ما تشبع منه، وبعدين يبقى ناخده منك. يرضى؟
طيب قل له ما ساعة ما يجي الاكل كده قل له لا مش هنعمل لكم اكل بقى كام يوم يعني تستأذنوا كده قل له انتوا نفسكم هتنصبوا عن الاكل كده كام يوم عشان ما نتعبش نفسنا ونجيب اكل يعني كام يوم كده كام طاقة تلاقي ما فيش وبرضه عمالة مش عارف تسحسح وعمالة بقى البيضة تاخدها من قدامك المسألة يعني لازم تكون ايه واضحة عشان استقبال أقضية الحق ما بتنقضش ناموس الحق أقضية الحق ما بتنقضش ايه ناموس الحق فدية مسلمة الى ايه اهلها وبعد ذلك يحب الحق سبحانه وتعالى ان يشيع التعاطف طب فاذا كان اهل اولياء المقتول قالوا لا والله احنا مش عايزين دية ما احنا مصيبتكم مصيبتكم فيها اكتر من مصيبتنا واحنا كلنا مش عارف ايه واحنا كلنا ايه ما الذي يحدث اذا تنازلوا كده عن الدية وقالوا لا مش عايزينها ايه اللي يحدث يحدث من النفس اضعاف اضعاف ما كانت تؤديه الدية يبقى دي تربيب للنفع ولا مش تربيب للنفع ساعة الولد ده ما يعرف ان كان مطلوب منهم دية لان ابوهم مثلا اكل وبعدين مرضوش ياخدوه وقالوا لا خلاص خلوها لكم يعرفوا ان كل خير عندهم نتيجة من مين من هذه الايه فقوم يحصل ايه يحصل رد يحصل ايه يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد ان ايه ان يربب اشاعة المودة المحبة الصفاء النفعية مش انت سألت اللي راح منك النفع لا وهتاخد الدية تنتفع طب ما تاخدهاش تنتفع اكتر ما تاخدهاش تنتفع ايه انتفع اكتر طيب هذا الكلام اذا كان قتل مؤمن في قلب بيئة ايمانية علشان تعرف عدالة التشريع الالهي ليه قال لك لان الله رب الجميع مش هو اللي خلق الكافر كمان ولا لا الله هو خلق الكل تبقى النفوس عنده سواء ولا لا قال فان كان من قوم عدو له إن كان مين المقتول إن كان من قوم هؤلاء القوم إيه أعداء لكم قال لك افرق بين واحد في وسطكم هم أعداء ما تحملش عدوتهم لك على حكم خاص به لأنه من الجائز أن يكون مؤمن وكتم إيمانه إنما هو قاعد في قوم أم قال لك تعمل ايه قال لك ادي حكم طب وان كان ومعنى عدو لكم يعني بينكم وبينهم ايه عداوه وحرب طب وان كان من قوم بينكم وبينهم عهد مفيش ايه حروب يبقى شرع لثلاثه واحد في البيئه الايمانيه وواحد في قوم هم لكم اعداء وواحد في قتل وهو في قوم لكم معهم ايه عهد وميثاق كل واحده لها ايه لها حكم أم قال لك طب اللي من قوم عدو لك ده تعمل ايه أم قال لك برضه هحرر الرقبة عشان التعويض الإيماني أنا كان في واحد عبد محكوم الحركة وواحد مات الحركة انتهت نقول ناخد من تعويض الحركة اللي كانت مقيدة للسيد بس نقول له أنت حر عشان تشيح حركته كبير يبقى في تعويض للمجتمع ولا ما فيش تعويض للمجتمع يبقى في تعويض للمجتمع طب والدية نعمل فيها ايه أم قال لك ده دول كفار ده من قوم عدو لكم تبقى ما ياخدوش الدية بقى ليه لان الدية موروثة وهؤلاء لا يتوارثون لان ده مؤمن ودول كفار اعداء يبقى نقصت مين هنا بقى نقصت الدية شوف التقنين القرآني تقنين كده فان كان من قوم اي ان كان المقتول خطأ من قوم عدو لكم من قوم عدو كلمة قوم صحيح هي مفردة لان بنجمعها نقول ايه اقوام وعدو برضو مفردة بنقول ايه اعداء بس كلمة قوم وان كانت مفردة الا انها تشمل جماعة هي مفردة في ذاتها انما هي ايه تشمل ما هي كلمة جماعة الكلمة المفردة انما بتشمل ايه تشمل افراد طب قوم وكلمة عدو برضو كلمة ايه هو عدو وهما عدو وهم عدو وان تنوعت عداواتهم قلهم اعداء
انما اتحدت مصدر العداوه ام عدو واحد. وان كان من طيب فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه. خلاص دي التعويض الاجتماعي. انما ما جابش حكايه ايه الديه. ليه؟ ده كلام على ان التشريع كلام يعني ما جابش حكايه الديه. ليه؟ لان دول عدو مش هيورثوا. وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. العهد، فاذا اعطى المسلمون لقوم عهدا من العهود يبقى لازم له وفاء. هذا الوفاء ان كان بقى منهم ده يبقى يحرر رقبه ويعمل ايه؟ ويسلم الايه؟ الديه المسلم، لان دي احترام للعهد. والا فما الفارق بيننا وبين قوم بيننا وبينهم عداء، وبيننا وبين قوم بيننا وبينهم عهد وميثاق. طب فمن لم يجد؟ عدم الوجود هنا ما دام الديه بتبقى على العاقله، يبقى عدم الوجود هنا وجود الرقبه، وجود الايه؟ الرقبه. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. كلمه بقى لما اقول لك صوم شهرين ويفطر، ساعه ما تسمع متتابعين يعني معناه ايه؟ متصلين ببعض، ما تنقرهمش يوم النهارده ويوم بكره. ما لم يفصل بينهما فاصل معذر، كأن يكون المريض أو على إيه؟ أو على سفر. بمجرد ما ينهي المدة بتاعته يلحن، يبقى متتابعين ولا لا؟ إذن فالتتابع قد يكون تتابعا واقعيا إذا كانت الأيام هتيجي وراء إيه؟ وراء بعضه، وقد يكون تتابعا حكميا إذا كان الفصل بمرخص له. ما دام الفصل بمرخص له، جه مرض صمت يوم ومرض، يبقى لما يصح يبقى التتابع ان يصوم بعد الايه؟ بعد الصحة. اسم التتابع الحكمي. وده ليه بقى؟ اشمعنى يعني؟ ام قال لك لان دي الله سبحانه وتعالى يريد ان يجعل هذه المسألة شاغلة لذهن القاتل حتى وان كان خطأ. شاغلة لذهن مين؟ وما دام شاغلة لذهنه يبقى الصيام يبقى ايه؟ يبقى لازم متتابع. انما لما يديله كده عدم التتابع برضه يدي شويه غفله ولا ما يديش شويه غفله؟ فصيام شهرين متتابعين توبه من الله. اذا فكأن القصاص الذي قيل فيه اولا، وكأن تحرير الرقبه في قتل الخطأ، والديه المسلمه للاهل تعتبر ماحية للذنب. مدام جاء بعد كده وقال توبة من الله، يعني اللي يعمل كده يبقى ربنا ايه؟ يبقى تاب عليه. توبة من الله. التوبة احنا قلنا في التوبة قد تسند التوبة الى العبد فيقول تاب العبد، وتسند الى الحق سبحانه فيقول تاب الله ايه؟ عليه. مش كده ولا؟ يبقى اصلها ثلاث مراحل. حين يشرع الله التوبة يبقى قول تاب الله على العباد فشرع لهم التوبة. خلاص؟ وهل أنت تتوب إلا من باطن أن الله شرع التوبة؟ طب وإذا كان الله لم يشرع التوبة كنت تعمل إيه أنت التوبة؟ يبقى إذن أنت لم تتب إلى الله إلا لأن الله شرع التوبة. وإحنا قلنا أن شرع التوبة دي تركيز لنوازع الشر عشان نخليها ضيقة قوي، لانه لو ما كانش عمل الحكاية دي كان كل واحد عمل ذنب وربنا مش هيتوب عليه بقى يبقى ايه؟ فائد. مش كده؟ فائد ويعمل كل حاجة بقى اللي هو عايزه. يبقى حين شرع الله التوبة يبقى عصم المجتمع من الاشرار ولا لا؟ يقول لك هي حالة وتبت خلاص انتهى. انما لو ما كانش شرع دي كانت تبقى ايه الحكاية؟ كان اللي عمل ذنب واحد مجرد ما عمل ذنب ايه؟ خلاص زي ما بنقول عليه في حكم البتاع ده فائد. مش كده ولا لا؟ يبقى اذا الاول مين؟ يتوب الله ان يشرع لعباده التوبه. ادي واحده. فما دام شرع التوبه يقوم المذنب يتوب. ساعة
ساعة شرع الله التوبة ويتوب المذنب ربنا يقبل ولا ما يقبلش؟ يقبل. يبقى ده تاب الله عليه. يبقى تاب، يبقى التوبة ثلاث كم مرحلة؟ ثلاث مراحل. شرع التوبة من الله هو الذي تاب، ولذلك شوف القرآن بقى في دقة أدائه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. ثم تاب عليهم ليتوبوا، وبعد ما يتوبوا يقول أنا قبلت بقى. إذا فالتوبة الأولى من الله تشريع، والتوبة الثانية من الله قبول. مفهوم؟ من وسط العملية بتاعت من بقى؟ بتاعت الإنسان. وكان الله عليما حكيما، عليم بنوازع النفوس، فشرع التشريع اللي يعمل ايه؟ اللي يخلي النفوس في تكوينها الطبيعي. والا فتصوروا ان واحد قتل واحد خطأ وبعدين سيبنا اهل المقتول كده يعني، طب والمجتمع الايماني ما استفادش بحاجة معاه؟ اذا العلم هو اللي خلاه يعمل ايه؟ حرر رقبة. حرر رقبة ليه؟ اما قال لك ايه؟ ولان انت بقتلك لانسان افقدت الحياة متحركا فيها، وخاصة اذا كانت حركته على وفق منهج الله، فتحرر ايه؟ ولذلك اشترط في الرقبة ان تكون مؤمنة. ليه؟ لانك تضمن ان حركتها هتبقى في ايه؟ هتبقى في الخير. ما تجيبش رقبة كافرة وتحررها فتعيش في الفساد. طب ده بالعكس، الرقبة الكافرة لما كانت مملوكة للسيد بقى شرها محصور، لما تطلقها كده وتحررها يبقى شرها عنه ولا لا؟ يقول لك رقبة ايه؟ فتحرير رقبة مؤمنة، عشان يبقى التعويض الاجتماعي موجود. تعويض ايه؟ يبقى ايه ده، عن علم ولا مش عن علم؟ وبعدين نجيب دية وما ننطرها على مين؟ على كل مفزع في منفعته ممن قتل. طيب ما ناخدهاش من اصوله وفروعه؟ قال لك لان الدية هتروح لدول، الدية هتروح لدول وما تجمعش عليهم مصيبتهم في ان ابنهم انقتل، وبعدين تيجي تقول لهم اشتركوا وادفعوا في الايه؟ ادفعوا في الدية. وذلك العلم ناشئ عن حكمة. ناشئ، وما هي الحكمة إذن؟ وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. تشهد ذلك في أي آلة من الآلات. الآلة معمولة علشان فيها مثلا 50 قطعة، وكل قطعة موصولة للثانية بمسامير أو بأسلاك أو بتاع، ما دام كل مسمار في مكانه وكل سلك في مكانه، الآلة في إيه؟ طب وإذا زرجلت الآلة إيه؟ يجي المهندس يلاقي لك اصل السلك ده اتلخبط. يبقى الحكمه مش وضع الشيء في موضعه، يعني لو وضع كل شيء في موضعه الاله تعمل ايه؟ اهي معنى اله مستقيمه مش مزرجنه، يعني كل شيء فيها في ايه؟ ان مسمار اتحرك كده ولا سلك سلف كده ولا مش عارف حصل كده، يحصل ماس ويحصل مش عارف وتحصل دربكه. يبقى اذا كل حركه في الوجود مبنيه على الحكمه ما ينشاش منها فساد. الفساد بينشأ من ايه؟ من ان حركات بتتعمل مش مبنية على الايه؟ على الحكمة. طب والحكمة دي بقى ازاي نعرفها؟ ام قال لك الحكمة دي مقولة بالتشكيك، في واحد احكم من واحد مش كده؟ يعني لما كانوا يعملوا الاول الاسلاك وبعدين ما يربطوهاش بالعازل دي، كان الماس كل شوية ماس، وبعدين عملوا لها الايه؟ العازل ده، وقعدوا يختار. اذا كل ما بيجي خطأ بيعدل في مين؟ فلما تيجي بقى، وبعد ذلك الاسلاك الكهربائيه اللي في السياره كنت تبص فيها زمان تلاقيها كلها شكل واحد، يوم لما واحد يجي عشان يشوف هندسه كهرباء السياره يقعد بقى على ما يشد ده ويشوف ده بتاع ايه والسلك ده بتاع ايه. انما مثلا لما واحد اقترع قال لك ما تعمل كل سلك خاص بحاجه بلون خاص تبقى سهل. يبقى ادي الحكمه، الحكمه وضع الشيء في ايه؟ في موضوع. فاذا كان الذي يضع الاشياء في موضعها هو خالقها، مفيش ايه؟ مفيش احكم من كده بقى، تستقيم الامور. اذا رأيت خللا في مجتمع فاعلم ان شيئا حدث فيه ناقض حكمة الله.
تقوم تبحث. طيب انت لما بيحصل عندك عطب يا اخي في اي آلة، معنى ذلك ان الاجزاء بتاعتها مش موضوعة في ايه، في مواضيع، بتوديها لمين؟ يعني للمهندس اللي عملها، ده ارقى انواع بقى اللي بيعملوا الصيانة والبتاع. يعني الناس خدوا على عاتقهم انهم يفتشوا في الحاجة ويعرفوا الصناعية والبتاع، مش كده ولا لا؟ يروح علشان يوديها. طيب يعني اذا فساد حصل عندك، فساد في المجتمع وتعب، ما تعمل زي ما بتعامل نفسك في الصناعات البشرية، ما حصل فساد في المجتمع ترد للي خلق المجتمع دي، تشوف ايه الخلل اللي عندك، ايه الخلل اللي في حكم من احكام الله، الدنيا بايظه ليه مثلا، إيه المصالح بتاعت الناس متعطله ليه، تقعد تسلسلها تسلسلها تسلسلها، تقوم تلاقيها شيء مخالف للحكمه، نقول الحكمه دي فيما صنعت انت، شوفها بقى وديها لما صنعتك، وفيما صنع الله وديها لما صنع الله. ولذلك إن قال لنا لما تختلفوا بشيء ردوه لمين؟ ان كنت بقى عايزين المسائل تختصر، انما تقعدوا تهبلوا بقى، افضلوا في التعب لحد ما ما تعقلوا. وكان الله عليما ايه؟ بعد ان تكلم عن القتل الخطأ، يقول لك قبل ما يتكلم عن القتل الخطأ، مش كان يتكلم على القتل العمد؟ ده كلامه على القتل العمد اولا كان يوحي بان دي تحصل، ده هو بيقول ما كانش صح ان دي تيجي ابدا على البال، ان حد يقتل واحد متعمد ابدا، انما لما شرع بقى لازم نجيب العمد بقى. يبقى الاول ايه؟ قال ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمن الا خطا، ما تجيش على البال ان واحد يتعمد الحكايه دي، لكن ايتركها بلا تشريع؟ ها؟ مش ممكن يتركها بلا ايه؟ بلا تشريع. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا. لايه؟ لان يا ابني خد بالك، لان الذي يدعوه الى هذا، اسمع يا ابني، لو قال الاسلام كان يمنع بس ان يراه الناس يبقى عمل ظاهري، انما الايمان هو اللي في القلب، مفهوم ولا لا؟ نعم يا سيدي. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الله، يبقى ده قول لي بقى، ده مؤمن ومتعمد، يبقى ده ايه؟ بالله اذا كانت الاولى وهو خطأ فيها تحرير رقبة وفيها اللي مش عارف ايه وفيها كذا والدية المسلمة لاهلها، طب اللي اتقتل عمد دي برضو نقول تحرر رقبة مش ممكن؟ قال لا، دي مسألة بقى ما لهاش عندنا، دي جزاء جهنم، جزاء، يبقى ملوش ايه؟ ملوش كفارة، ملوش ابدا. شوف التفظيع قد ايه، شوف الايه التفظيع قد ايه. ام قال لك ليه؟ لان التعمد ده انت نفسك عشت في فكرة انك تقتل، مش معناها كده؟ ولذلك بيقول لك ايه ده مع سبق الايه، تعمد مع سبق الاصرار، انما اصل الخطأ ده ما حصلش الا بعد ان وقع، انت ما درتش بيه الا بعد ما وقع. القتل الخطأ انت ما درتش بالقتل الا بعد ما ايه؟ قال لك اقدر الرصاصة اللي انت عملتها عم يقف، انما دوك انت عايش فيه قبل ان يقع. فكنت يا اخي المفروض انك انت في الفترة اللي عمال ترتب فيها ان يراجعك وازعك الديني، يبقى ربنا غاب عن بالك مدة التحضير للجريمة، ربنا غاب عن بالك مدة التحضير للايه؟ لان مثلا كلمة عمد معناها ايه؟ انه عاش فيها وقعد ورتب، مش كده؟ وما دام عاش ورتب يبقى قعد مدة يرتب فيها، ما دام عاش مدة يرتب فيها يبقى ربنا، لان لو ربنا جه في باله وهو بيعمل البتاع دي كان حصل له ايه؟ كان يتراجع، انما ما دام متعمد كده يبقى ربنا غاب عن باله في الايه؟ يقول لك غبت عن بالي والله لا تغيب عن رحمتي. يلا نعم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قالوا في سبب هذه الآية ان في واحد اسمه مقيس ابن جثامة الكناني، كان له اخ اسمه هشام، فوجد اخوه هشام مقتولا في بني النجار
بني النجار ده قوم من الانصار بالمدينة. فلما وجد قتيل ذهب مقيس الكناني الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره بالخبر، فارسل معه رجلا من بني فهر وقال اذهب الى بني النجار مع مقيس وقل له اما ان تسلموا قاتل هشام لمقيس ليقتص منه، واما ان تجمعوا، كنتوش عارفين ادفعوا الدية خلاص. فلما ذهبوا لم يعرفوا القاتل فدفعوا الايه الدية. فمقيس ابن جسام الكناني قال انا خدت الايه الدية، طب من اقتل فهر له فاخويا، ويبقى قتلت نفس بنفس والدية دي تبقى ايه مكسب. ففعل ذلك ثم فر الى مكة مرتدا. وبعدين قال الابيات المشهورة بتاعته، قال قتلت بها فهرا وحملت عقله سرات بني النجار ارباب فارعي ارباب القصر. فلما بلغ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اهدر دمه. ومعنى اهدر دمه يعني اللي يقتله معلش ايه مسؤولين. الى ان جاء يوم الايه يوم الفتح، فوجد مقيس متعلق باستار الكعبة عشان يعني يحتمي بها، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا الجزاء، وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. شوف كم واحد جزاؤه وكلمة خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا. الله، اكن جهنم دي مش كل العذاب، اكن جهنم مش كل العذاب، ده فيها عذاب وفيه ايه وفيه غضب وفيه ايه لعنة وفيه عذاب عظيم تاني. دي مسألة نعوذ بالله منها، مسألة احنا بنتصور العذاب بس يعني جهنم، يقول لك لا ده فيه عذاب، الوان من العذاب كتير قوي. لما يجي مثلا يحبسوا واحد كانوا يفتكروا ان الحبس ده هو اللي فيه كل حاجه، وبعدين لما بلغنا بقى اللي بيحفظ في الحبس قلنا ده فيه حاجات اشر من الايه شهر من الحبس. مفهوم ولا لا؟ اظن مفهوم قوي. هنا وقف بقى وقف العلماء فيها، هل لهذا القاتل توبه؟ هل لهذا القاتل توبة؟ العلماء عملوا فيها معركة، واحد يقول أبدا ملوش توبة أبدا، ونسأله لا توبة. جه سيدنا ابن عباس جلس في جماعة فجاء واحد وسأله قال له هل القاتل عندي توبة؟ أم قال له لا. وبعدين بعدها بمدة جاء واحد قال له قال قاتل العمد العمد توبة؟ قال له نعم. أم جلساؤه قالوا له يا ابن عباس سبق أن قلت لا واليوم تقول نعم. قال سائلني أولا كان يريد أن يقتل عمدا، اما سائلي ثانيا فقد قتل بالفعل، فالاول ارهبته والثاني لم اؤيسه من رحمة ربه. الاول ارهب لانه ما عملش،
طب كلمة عمل وما عملش أم قال لك ما هي دي بقى، ما هي دي الفتنة والنور والبصيرة اللي ربنا يخسفها على المفتي على اللي بيفتي. ساعة النبي عليه الصلاة والسلام ما يبقى موجود في صحابته يوم يجي واحد يقول له ما أفضل الأعمال، يقول له الصلاة لوقتها، وبعدين قال واحد قال له ما أفضل الأعمال، قال برك بأمك، قال ما أفضل، واحد ثاني قال له ما أفضل الأعمال، قال أن تلقى أخاك بوجه باش. قالوا له يا رسول الله وده فرض وده فرض وده فرض، قال دي ناقص ديا وده ناقص ديا وده ناقص ديا وده ناقص ديا. وإلى لقاء الآخرة إن شاء الله.